بعد يومين من إعلان حزب وعد إشهاره من داخل سوريا، أقامت قيادته أمسية تعريفية بالحزب في مدينة غازي عنتاب التركية. الأمسية بدأت بدقيقة صمت وتلاوة الفاتحة على روح شهداء الثورة السورية، ثم تلاها حديث الدكتور محمد وليد عن القمع السياسي من بداية حزب البعث والذي أوقف نشاطات جميع الأحزاب الموجودة حينها. كما تكلم وليد عن تاريخ الأحزاب منذ بداية الدولة السورية الحديثة. الحزب الوطني للعدالة والدستور وعد تأسس في حزيران عام 2013، هو حزب وطني مستقل ذو مرجعية إسلامية وسطية، وجمع تحت مظلته مجموعة كبيرة من الشخصيات السورية من مختلف المشارب وفق مؤسسيه، ليصبح بذلك أول الأحزاب بعد الثورة السورية. حضر الأمسية مجموعة كبيرة من الشخصيات الثورية والسياسية والإعلامية، كما حضرها العديد من السوريين المقيمين في تركيا. وحسب مسؤولي وعد فإن تأسيسه جاء من الحاجة إلى مؤسسة العمل السياسي في الثورة، وكان لابد لنا من أن نؤسس القرار السياسي السوري، ومؤسسة القرار السياسي السوري يكون عبر الأحزاب. وأعرب الدكتور محمد وليد رئيس الحزب أن حزبه يتألف من جناحين داخلي وخارجي، وأنهم يعتبرون الداخل هو أساس النشاط السياسي في الثورة، وأضاف أن الانتساب لوعد مفتوح لجميع شرائح الشعب السوري. الحزب مفتوح لكل شرائح الشعب السوري، نحن لا نميز في الحزب ما بين عربيا وغير عربي أو مسلما وغير مسلم، وهناك الآن موقع للحزب موجود على الشبكة العنكبوتية، يمكن لأي شخص أن يدخل لذلك الموقع ويطلع عليه على أدبيات الحزب ويسجل طلب للانتساب. المرأة لم تغب عن هذه الأمسية، فهي من أهم أهداف إنشاء الحزب، وتم تشكيل لجان خاصة حسب مسؤولي الوطني للعدالة والدستور. بالنسبة للمرأة كان لها دور كبير بالثورة السورية، كانت هي المحور الأساسي، هي الأم وهي الأخت وهي الابنة، فكان دعم الشباب كانوا من قبل النساء، فمن هون إجا يعني وجودنا بالحزب حتى ندعم عمل المرأة السورية. الائتلاف الوطني بدوره حضر الأمسية من خلال ممثله في عنتاب، ورحب بهذه الخطوة معتبرا أن الأحزاب هي لسوريا المستقبل. العمل السياسي سواء في أحزاب أو في منظمات مجتمع مدني أو جمعيات أو شبيه ما يشابه ذلك، فنحن موقفنا منهم جميعا هو التشجيع. لكن يبقى السؤال الأكبر عن ماهية إنشاء الأحزاب في ظل القصف المستمر على السوريين، وهل سيكون لها دور في بناء سوريا المستقبل وإخراج الصورة النمطية لدى السوريين، والتي مفادها أنه لا حزب إلا حزب البعث؟